الباب السابع: الولايات المتحدة، هل هي سلة غداء العالم؟ الفصل الواحد والعشرون: العم سام السخي. إن الولايات المتحدة واحدة من أكبر البلاد المصدرة للغداء، بحيث شبهها البعض بسلة غداء للعالم. والانطباع العام هو أن جزءا كبيرا من هذا الغداء يذهب إلى البلدان الجائعة في برنامج معونة متميز بأريحيته وكرمه، لكن هناك ثلاث فجوات واسعة في هذه الصورة التي تسود محليا. أولا، أن ما يصدر من الغداء على أساس المعونة فعلا، أي بتمويل طويل الأجل منخفض الفائدة، هو مجرد نسبة ضئيلة من الصادرات التجارية الأمريكية، أي 6% عام 1975. ثانيا، أقل من 30% من الصادرات الزراعية يذهب أتساس البلدان الأقل تطورا. ثالثا، رغم أن الولايات المتحدة هي أكبر مصدري الغداء في العالم، فإنها كذلك واحدة من أكبر مستوردي الغداء في العالم. على أن التمسك بهذه الحقائق بإصرار ليس سهلا، فكل ما يسمعه المرء أو يقرأه يبدو أنه يعطي الانطباع المضاد تماما. في السنة المالية 1975 كانت البلدان الأربعة التي تصدرت قائمة المتلقين للصادرات الزراعية الأمريكية هي اليابان وهولندا وألمانيا الغربية وكندا. ولنقارن الصادرات أساس هذه البلدان بالصادرات الأمريكية أساس الدول المتخلفة التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها البلدان الأشد تضرراً باء ألف تاء بزيادات أسعار الغداء والبترول في السبعينات. لم تصدر الولايات المتحدة منتجات زراعية أتساس تسعة من الدول الأربعين الأشد تضرراً، لا عام 1973 ولا عام 1974، بينما تصدر 36 دولة من الأربعين الأشد تضرراً أغذية ومنتجات زراعية أخرى أتساس الولايات المتحدة. وفي كل من عامي 1973 و 1974 كانت صادرات الولايات المتحدة الزراعية أتساس كندا، وهي بدورها مصدرة للقمح، أكبر في قيمتها من كل الصادرات أتساس جميع البلدان الأشد تضررا مجتمعة، أو أتساس كل قارة إفريقيا. وفي الحقيقة كانت هذه الصادرات أتساس كندا عام 1973 تكاد تبلغ ضعف الصادرات أتساس إفريقيا. وكانت الصادرات الزراعية خلال أعوام الجفاف 1973-1974 أتساس أربع من دول الساحل الإفريقي، هي موريتانيا، مالي، والنيجر وتشاد، أقل من نصف تلك الصادرات بمعيار القيمة أتساس أي من السويد أو النرويج أو الدنمارك. وفي عام 1974 صدرت الولايات المتحدة لليابان 114.5 رطلا من القمح لكل فرد، وللهند ما لا يزيد عن 7.5 رطل للفرد. وبالنسبة للفرد لم تتلقى باكستان سوى 18% من القمح الذي تلقته هولندا. وهكذا فإن الدول الصناعية هي على عكس المفاهيم الشائعة كبرى مستوردي الغداء وليست الدول المتخلفة. ففي عام 1974 جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين أكبر مستوردي الغداء في العالم بعد اليابان وألمانيا الغربية مباشرة. وجاء أكثر من ثلثي واردات الولايات المتحدة الغذائية من الدول المتخلفة. وبينما نعتقد أن أمريكا هي المركز العالمي للحم البقر، فإن الولايات المتحدة هي في الواقع أكبر مستورد في العالم للحم البقر. فالولايات المتحدة تستورد أكثر من 40% من كل لحم البقر في السوق العالمية. وفي عام 1973 استوردت الولايات المتحدة حوالي 2 مليار رطل من اللحم. ويجري التركيز دائما على أن هذه ليست سوى كمية ضئيلة، لأنها لا تمثل سوى 7% من الإنتاج المحلي، إلا أن هذه الكمية
ليست صغيرة بالنسبة لاحتياجات معظم البلدان، كما أنها تعني أن جزءاً كبيراً من موارد إنتاج الغداء في دول عديدة بها كثير من الجوع يخصص لإنتاج لحم البقر للأمريكيين، وفي السوق الدولية يتدفق من اللحم من الدول المتخلفة إلى الدول الصناعية أكثر مما يتدفق في الاتجاه العكسي. من هم مانحو الغداء الحقيقيون؟ إنهم عديد من أشد الناس جوعا في العالم. الفصل 22: السعي الأمريكي إلى القوة الغذائية. أكد مسؤولو الحكومة الأمريكية أن الصادرات الغذائية ضرورية لدفع ثمن البترول المستورد والسلع الأخرى التي لا بد أن نستوردها للحفاظ على مستوى معيشتنا. وقد أعلن الرئيس فورد أن وفرتنا الزراعية قد ساعدت على فتح الأبواب بيننا وبين 800 مليون من البشر في الصين الشعبية، وساعدت على تحسين العلاقات مع السوفيات، وساعدت على إقامة جسور في العالم النامي. ويقال للأمريكيين أن غداءهم لن يخفف الجوع فقط، بل سيوجه الجوع كذلك إلى الديمقراطية، إذ يأمل الرئيس السابق لجمعية مربيي الماشية بكولورادو أنه عن طريق تحسين التغذية بالخارج فإن الأمم ستغير من مشاعرها السياسية وتبتعد عن الشيوعية إلى شكل حكم أكثر ديمقراطية. ولسوء الحظ فإن النوايا الطيبة الأصيلة لمعظم الأمريكيين يجري خداعها حتى لا يروا استراتيجية تصدير الغداء في السبعينات لم تكن تطورا ضروريا، بل كانت تعزيزا لمصالح معينة على حساب الأغلبية. فماذا كانت الأسباب الكامنة وراء استراتيجية القوة الأمريكية الغذائية في السبعينات؟ أزمة المدفوعات. عند نهاية الستينات كان مسؤولو الإدارة قد قرروا أنه لا بد من عمل شيء بصدد العجز في ميزان مدفوعات البلاد، وبالنسبة لمعظم الأمريكيين ليس لميزان المدفوعات أي رابطة مفهومة برفاهيتهم اليومية، لا علاقة له بالتأكيد بثمن الغداء أو بمصير المزارع ذو العائلة. فميزان المدفوعات شيء على البيروقراطيين أن يقلقوا بشأنه وليس الناس العاديين. لكن هل هذا صحيح؟ وما علاقته بمسألة الحاجة إلى الصادرات الغذائية؟ إن معنى العجز في ميزان المدفوعات ليس لغزا كبيرا، فببساطة شديدة يعاني بلد ما من عجز عن ميزان لغير صالحه حين يخرج من البلد من النقود أكثر مما يدخله، والتوازن يدخل في اعتباره التعاملات الحكومية وتعاملات الشركات وحتى التعاملات الفردية. وعلى مدى سنوات ظلت حكومة الولايات المتحدة تنفق المليارات والمليارات باعتبارها القوة العسكرية الثابتة للعالم المناهض للشيوعية، وقد كلفت حرب فيتنام وحدها الولايات المتحدة الأمريكية ما يفوق النصف تريليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك قامت شركات التي مقرها الولايات المتحدة بداية من أواخر الخمسينات وخلال الستينات بوضع استثمارات رأسمالية ضخمة في أوروبا الغربية وبدرجة أقل في أمريكا اللاتينية وآسيا، وشجعت قوانين الضرائب الفيدرالية تلك الشركات على إبقاء أرباحها الكبيرة خارج الولايات المتحدة، حيث لم تكن الأرباح تخضع للضريبة حتى تعود إلى الولايات المتحدة. وقد ضاعفت تلك الشركات من الميزان التجاري السلبي بتحويلها البلدان ذات العمالة الرخيصة والضرائب المنخفضة مثل المكسيك وتايوان وسنغافورة إلى قواعد لإعادة تصدير السلع الاستهلاكية مثل الترانزستورات وأجهزة التلفزيون والكاميرات والمنسوجات إلى الولايات المتحدة. المفارقة إذن هي أن الولايات المتحدة كانت ترسل الدولارات إلى الخارج لاستيراد منتجات أنتجتها الشركات التي مقرها الولايات المتحدة. وفي أواخر الستينات أصبحت شركات عديدة بريطانية وأوروبية ويابانية عالمية، وبدأت تصدر إلى الولايات المتحدة غالبا من مصانع ذات ضرائب منخفضة وأجور منخفضة
جنبا إلى جنب مع الفروع المنافسة للشركات الأمريكية متعددة الجنسية. ولم يمض زمن طويل حتى تم تفريغ كميات ضخمة من الدولارات خارج الولايات المتحدة لدفع قيمة البضائع المصنعة المستوردة. وقد وجدت دراسة في أوائل السبعينات أن الشركات متعددة الجنسية التي مقرها الولايات المتحدة كان نصيبها 42% من كل الواردات بالشراء عادة من نفس فروعها وراء البحار. وخلال الشهور الخمس الأولى لعام 1978 استوردت الولايات المتحدة من البضائع المصنعة رقما خطرا بلغ 14 مليار دولار أكثر مما صدرت، وكانت قيمة هذه الواردات أكثر من ضعف قيمة البترول المستورد خلال نفس الفترة. كذلك أصبحت شركات الولايات المتحدة تعتمد بصورة متزايدة على المصادر الأجنبية للمواد الخام الحساسة. وبحلول عام 1970 كانت الولايات المتحدة تستورد 80% أو أكثر من ثماني مواد خام أساسية، وزاد العجز التجاري في المواد الخام إلى 3.4 مليار دولار. وفي عام 1971 وكنتيجة لاستنزاف الرأسمال ذاك، عانت الولايات المتحدة من أول عجز في ميزان المدفوعات في القطاع الخاص، قطاع الشركات والأفراد خلال قرن. وهكذا فقد تطورت أزمة ميزان المدفوعات قبل زمن من ارتفاع أسعار البترول المستورد. مولد القوة الغذائية. بحلول أواخر الستينات كانت الولايات المتحدة قد قاربت على المستوى الدولي حالة تعادل سحب بطاقات ائتمانها، وعندئذ بدأت الدول الأخرى في القلق بشأن احتفاظها بالدولارات، إذ لم يعد من المؤكد بنفس الدرجة أن يتم تحويلها دائما. وأكثر من ذلك، بدأت الدول الأجنبية ترد على استيلاء شركات الولايات المتحدة على صناعتها الرئيسية باستخدام قوة الدولارات القوية كالذهب، وبدأت وزارات الخزانة الأجنبية تطلب الذهب بدل العملة الورقية في تسوية عجز ميزان المدفوعات. وبحلول عام 1970 كان قد تم تخفيض احتياطيات الولايات المتحدة من الذهب إلى أقل من نصف ما كانت عليه عام 1950. كان السؤال أمام إدارة نيكسون هو كالتالي: ما هي صادرات الولايات المتحدة التي يمكن زيادتها بطريقة ضخمة فعلا لتعويض قيمة الواردات المتصاعدة؟ في عام 1970 عين نيكسون لجنة مشكلة من مديري الشركات ومحاميهم لإيجاد إجابة. هذه اللجنة المختصة بالتجارة الدولية وسياسة الاستثمار والمعروفة باسم لجنة ويليامز استنتجت أنه لا يوجد سوى نوعين من التجارة يمكنها جني المبالغ الضخمة من العملات والأسعار اللازمة لموازنة مدفوعات الولايات المتحدة: منتجات التكنولوجيا المتقدمة والسلع الزراعية. وكانت الأسلحة هي أحد أنواع التكنولوجيا المتقدمة التي اعتقد أن من السهل ترويجها من الداخل، فقد أنتجت حرب فيتنام أجيالا جديدة من الأسلحة، وكان على كل دولة أجنبية أن تحصل على أحدثها. وضاعف الملحقون العسكريون الأمريكيون ومروجو الشركات حول العالم من جهودهم ومن رشاويهم غالبا لينافسوا صانعي الأسلحة الفرنسيين والبريطانيين، وقدمت قروض ضخمة للبلدان المتخلفة، وسار كل شيء على ما يرام، فسرعان ما بلغت المبيعات السنوية المليارات. وفي عام 1975 بلغت مبيعات الأسلحة 4.8 مليار دولار، وعلاوة على ذلك لم يكن لتنشيط مبيعات الأسلحة أصداء داخلية سيئة بالنسبة للإدارة. لكن التوصية الثانية للجنة ويليامز وهي تنشيط الصادرات الزراعية كانت أمرا آخر. احتياطات كيف يمكن جعل المزارعين والمستهلكين الأمريكيين يستجيبون لخطة لزيادة الصادرات الزراعية
زيادة ضخمة. وكيف يمكنك جعل البلدان الأخرى تستورد من الغذاء الأمريكي ما يكفي لمعادلة نفقات الاستيراد التي لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لخفضها؟ وبنفس الدرجة من الأهمية، كيف يمكنك رفع الأسعار بحيث يقدم كل بوشل مباع أقصى ما يمكن لمساعدة ميزان مدفوعات الولايات المتحدة؟ وكيف تحقق ذلك في بلدان تريد حماية مصدر حياة مزارعيها؟ لم يكن ذلك سهلا، إلا الأجنبية إدارة نيكسون ظنت الأجنبية هناك استراتيجية صالحة. أولا، قدم الإغراء للمشترين المحتملين بجعل مشترياتهم الأولى من القمح رخيصة، ثم حثوا البلدان الأخرى على تقليل حمايتها ضد صادرات القمح الأمريكية بأن تعرض تحت راية التجارة الحرة، إلغاء الدعم المحلي لأسعار المنتجات الزراعية الأمريكية. ولضمان ارتفاع الأسعار، أصدرت توجيهات إلى وزير الزراعة ليأمر باقتطاعات في المساحة المحصولية للولايات المتحدة. حينئذ تكون اللمسة الأخيرة اللازمة لرفع أسعار القمح هي الطقس السيء في الدول الرئيسية المنتجة للقمح، وبدأت الخطوة الفعلية لتطبيق استراتيجية القوة الغذائية بتخفيض قيمة الدولار بمقدار 11%، أولا في ديسمبر 1971، ثم بمقدار 6% في أوائل 1973، وجعل ذلك صادرات الولايات المتحدة أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب. أما الدول المتخلفة التي تم تشجيعها على جعل احتياطياتها بالدولار أو على ربط قيمة عملتها بقيمة الدولار، فقد خسرت مئات الملايين بين عشية وضحاها. وكانت الطريقة الثانية لزيادة جاذبية السلع الأمريكية هي ببساطة تقديم تمويل مناسب. وفي يوليو عام 1972 أعلنت الولايات المتحدة عن قرض قيمته 750 مليون دولار من خلال هيئة الائتمان السلعي الحكومية، وذلك لمساعدة السوفييت على شراء القمح. وكان نيكسون قد غازل السوفييت بالفعل بإلغاء شرط أن تنقل سفن ترفع العلم الأمريكي النصف على الأقل من أي كميات قمح تباع إلى الاتحاد السوفيتي أو إلى أي دولة من دول أوروبا الشرقية، وكان السوفييت مستعدين للشراء. فرغم أن إنتاجهم من القمح الذي يفوق بقليل الإنتاج الأمريكي كان كافيا للاستهلاك المباشر، كان العديد من المواطنين السوفييت يطالبون بالمزيد من اللحم في وجباتهم. وقرر المخططون الاقتصاديون للكريملين أن 19 مليون طن من القمح الأمريكي الرخيص لتسمين الماشية بهذه الشروط الممتازة كانت هي الحل. وزاد الطقس السيء الذي خفض إنتاجهم بمقدار الثلث من اقتناعهم. وكانت الخطوة التالية هي جعل الأسعار ترتفع، وكانت أسرع طريقة هي ببساطة تخفيض الإنتاج. فأمر وزير الزراعة إيرل بودز بإخراج 5 ملايين فدان أخرى من أراضي القمح من الإنتاج في سبتمبر 1972، ورفع هذا المساحة الإجمالية المعطلة عن الإنتاج إلى 62 مليون فدان، وهي مساحة تساوي في حجمها كل الأراضي المزروعة في الولايات المتحدة. وبشراء السوفييت وتخفيض قيمة الدولار ومشكلات الطقس الحادة في كل أنحاء العالم، كان هذا الاقتطاع للأراضي كافيا لضمان النقص في المعروض واستنزاف الاحتياطيات والأسعار الأعلى لأية مبيعات أجنبية إضافية. القوة الغذائية والسوق الحرة. سؤال واحد تبقى أمام إدارة نيكسون هو كيف تجعل الاستراتيجية تثبت؟ لقد انتهت لجنة ويليامز إلى أن الطريقة الوحيدة هي التفاوض حول سياسة تجارة حرة تفتح الأسواق الأوروبية واليابانية المتمتعة بالحماية أمام المنتجات الزراعية الأمريكية. وهكذا أصبح مذهب التجارة الحرة هو الذراع القوية للقوة الغذائية، فلا يمكنك كما قالت اللجنة أن تحقق أحدهما دون الآخر. ففي ظل شروط سوق حرة فقط يمكن للولايات المتحدة
الاعتماد على ميزتها النسبية في القمح وعلى في الماشية. وكان هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تثبت التزامها بالسوق الحرة بالعمل على التخلص من دعم السعر الأدنى الذي تموله الحكومة، ومن تحديد مساحات المحاصيل والبرامج الأخرى لتنظيم دخل المزرعة وطاقتها الإنتاجية. وقد دارت الحكومة أن تلك كانت اللحظة المناسبة لدفع المزارعين الذين كانوا مترددين حتى ذلك الحين إلى تأييد هذه الخطوة، فقد خفضت صفقة القمح السوفياتية مخزون القمح العالمي بدرجة ملحوظة، وكانت أحوال الطقس سيئة في مناطق عديدة من العالم. ذلك كله أضاف إلى سوق بالغة الازدهار أمام المنتجات الزراعية الأمريكية. وبنفس الطريقة كان من السهل إقناع الكونغرس بأن برامج الدعم الزراعية كانت غير ضرورية. وهكذا أنهى القانون الزراعي لعام 1973 المدفوعات مقابل الأراضي المعطلة عن الإنتاج، ووضع حدا أدنى للأسعار، وهو الحد الأدنى الذي انخفض عنه سعر السوق. تتدخل الحكومة لمساعدة المزارع، بلغ من ضآلته أن أصبح عديم المعنى لحماية المزارع الصغير. كذلك أنهى فعليا احتياطات القمح التي تخزنها الحكومة، وبعد الاقتطاعات السابقة التي استهدفت خلق أسعار ندرة، قيل للمزارعين عندئذ أن الولايات المتحدة قد أطلقت زراعتها، وهي جزء ملحوظ من الاقتصاد الزراعي العالمي لسوق المضاربة، حيث يسبب أي تغير صغير في العرض أو حتى التهديد بمثل هذا التغير تقلبات ضخمة في السعر. مطاردة العملاء. في الفترة ما بين السنتين الماليتين 1970 و 1974، زادت كمية صادرات القمح الأمريكي بنحو 90%، بينما زادت قيمتها حوالي 400%. وعلى نفس المنوال تقريبا كان النجاح في حبوب العلف. لكن ماذا يمكن أن يحدث إذا زادت المحاصيل الجيدة على نطاق واسع القمح المتوفر على نطاق العالم؟ كان من الضروري إيجاد بعض العملاء الجدد لإبقاء الأسعار مرتفعة. في عام 1974 أنفقت إدارة الزراعة الخارجية FAS أكثر من 10 ملايين دولار لتطوير الأسواق أمام الصادرات الأمريكية. وفي عدد حديث من مجلتها الزراعة الخارجية، كانت إدارة الزراعة الخارجية تشرح بزهو واضح كيف توسعت في التطوير العدواني للسوق الخارجي لتتغلب على المنافسة العنيدة في السباق من أجل صادرات زراعية أكبر. كذلك فإن إدارة الزراعة الخارجية باعتبارها فرعا من وزارة الزراعة الأمريكية هي الإسفين الرئيسي لاختراق الشركات الزراعية إلى أسواق البلدان الأخرى. ويندرج تعاون إدارة الزراعة الأمريكية مع صناعات تصدير الغداء تحت ثلاثة أقسام تسمى مخابرات السوق وخدمة التجارة وتنشيط الحاصلات. فإذا أرادت شركة أمريكية أن تعرف هل من المربح أن تدخل سوقا معينة، فإنها تتوجه إلى صديقها في إدارة الزراعة الخارجية، أحد 96 ملحقا أو مسؤولا زراعيا في الدول الأجنبية الذي يهرع إلى العمل. أولا، هل يستوفي المنتج شروط استيراد الحكومة الأجنبية؟ وثانيا، هل هو مقبول من الأذواق المحلية؟ راجع لوحة الأذواق المهنية. وإذا كان منتج الشركة يحقق الشرطين الأول والثاني، فإن إدارة الزراعة الخارجية تساعد على ضمان اختبار السوق. وبالإضافة إلى ذلك، ترعى إدارة الزراعة الخارجية إقامة معارض حول العالم لصالح المنتجين الأمريكيين. وأحد المعارض المفضلة هو نسخة بالحجم الطبيعي لسوبر ماركت أمريكي. ولما كانت الولايات المتحدة تصدر 44% من كل القمح المطروح في السوق العالمي، فإن إدارة الزراعة الخارجية تساعد كذلك على رعاية مدارس تعليم الناس كيفية الطهو بالقمح في مناطق العالم التي ليس القمح فيها غداء تقليديا.
ففي اليابان رعت إدارة الزراعة الخارجية حملة لترويج لحم البقر، مع ملاحظة أنها موجهة إلى الفنادق الراقية والمطاعم التي تزود القطاع السياحي بالوجبات. كذلك ساعدت جهودها هناك على نجاح فروع محلات الغداء السريع مثل ماكدونالد الذي يستورد 90% من مكوناته. ورغم أن فروع الغداء السريع على الطراز الأمريكي لم تبدأ العمل في اليابان سوى عام 1970، فقد توقعت إدارة الزراعة الأجنبية أنه بحلول عام 1979 ستكون هذه السلسلة قد انتزعت 70% من كل هذه المبيعات، مزيحة بذلك حانات الأرز والسمك والشعرية التقليدية. هكذا لا تقوم استراتيجية القوة الغذائية الأمريكية على شحن الغداء إلى عالم من الجياع، بل على تشكيل الأذواق والعادات لطبقة معينة من الناس لجعلهم يعتمدون على منتجات وأنماط لم يريدوها قط من قبل. ويشجع صانعو السياسة الأمريكية الدول الأخرى على أن تصبح معتمدة غذائية بصورة متزايدة على الولايات المتحدة، بينما تصبح الولايات المتحدة ذاتها معتمدة اقتصاديا بصورة متزايدة على الصادرات الغذائية. والواقع أن المرأة يظن عند قراءة نشرات إدارة الزراعة الخارجية أن بقاء الأمة يتوقف على نجاحها في خلق محب واحد جديد للهامبرجر في العالم. إن المسألة توحي بأن القوة الغذائية قد ولدت باعتبارها الاستجابة الوحيدة الممكنة تجاه التكلفة المتزايدة للواردات البترولية، لكن استراتيجية القوة الغذائية قد سبقت الاستجابة لزيادة أسعار البترول. وأكثر من ذلك، لم تكن القوة الغذائية هي الاستجابة الوحيدة الممكنة، بل كانت هي اختيار صانعي السياسة الذين أرادوا حماية الأمر الواقع الاقتصادي. فقد ولدت القوة الغذائية من استنزاف الدولار الذي سببته حرب فيتنام، والتوسع عبر البحار للشركات الأمريكية التي تعيد استيراد سلع مصنعة بقوة عمل رخيصة إلى الولايات المتحدة، والاعتماد المتزايد للشركات على المواد الخام الأجنبية، وقرار شركات البترول الأمريكية باستيراد كميات هائلة من البترول. واليوم ما زال يجري تنشيط القوة الغذائية كطريقة لدعم ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وأصبحت النفقات العسكرية تمثل الآن استنزافا أقل للعملة الأجنبية جزئيا بسبب تزايد مبيعات الأسلحة في الخارج. لكن واردات السلع الاستهلاكية التي تقوم بها الشركات الأمريكية متعددة الجنسية ما زالت تمثل أهم استنزاف منفرد لميزان المدفوعات بعد واردات البترول والمواد الخام الصناعية. ففي عام 1973 استوردت الولايات المتحدة 9.5 مليار دولار من السلع المصنعة من مصانع أجنبية تملكها شركات أمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، تنفق الولايات المتحدة الآن أكثر من 13 مليار دولار على الواردات الزراعية. وهكذا، فبينما لا يتحدث المسؤولون سوى عن الصادرات الزراعية التي تجلب نحو 24 مليار دولار من العملة الأجنبية، فإن ما يزيد عن نصف دولار يتم ربحه من الصادرات الزراعية ينفق على الواردات الزراعية. والمفارقة هي أن نحو نصف هذه الواردات الزراعية هي سلع تستطيع الولايات المتحدة إنتاجها وتنتجها بالفعل، اللحم والسكر والزيت النباتي والخضروات والتبغ والخمر ومنتجات الألبان. صفحة القمح السوفيتية. دراسة تشخيصية لسوق غير حرة. تسبب البرد القارس مع تساقط الجليد الكثيف خلال الشتاء السوفيتي في عام 1971 و1972 في القضاء على 25 مليون فدان من القمح، أو ما يعادل كل المساحة المزروعة قمحا في الولايات المتحدة. ورغم الدلائل العديدة الواضحة على أن السوفيات قد نزلوا إلى السوق للشراء بكميات ضخمة
والدليل الذي لا يمكن دحضه على أن الطقس سيء في كل مكان في العالم تقريبا كان يعني أن الطلب سيكون استثنائيا على القمح الأمريكي. لم تبلغ وزارة الزراعة الأمريكية المزارعين مخالفة بذلك القانون، وبدلا من ذلك حذرت وزارة الزراعة الأمريكية المزارعين من احتمال وجود فائض ضخم حتى بعد كل المبيعات المتوقعة، ولم يعرف بذلك سوى قلة من مسؤولي الحكومة الأمريكية ومديري شركات القمح. وفي أوائل يونيو 1972 اندفعت كونتيننتال جرين وكارجيل والأعضاء الأربعة الآخرون في شركات تجارة القمح الأمريكية الضخمة إلى الجنوب الغربي المبكر المحصول لشراء القمح. كان المزارعون يعرفون أن المحصول سيكون كبيرا، ولما كانوا لا يعرفون بالتوقعات القوية للسوق الخارجية فقد كانوا سعيدين بالتخلص من قمحهم. تقاضوا نحو 1.25 دولار للبوشل، وبعدها بأسابيع قليلة كان يمكن للمزارعين بيع نفس القمح بمبلغ 2.25 دولار للبوشل. وفي أوائل 1973 كان من الصعب الحصول على القمح بسعر 5 دولارات للبوشل. وبحلول 5 يوليو كان كلازينس بالينبي نائب رئيس كونتيننتال جرين قد ساعد الشركة في إنهاء أكبر صفقة قمح في التاريخ قبل 3 أيام من الإعلان الرسمي بتقديم قرض قيمته 750 مليون دولار للاتحاد السوفيتي. جعل الصفقة ممكنة، وكان قد تفاوض عليه بالينبي حين كان أحد مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية. وفي مايو حين كان بالينبي لا يزال يعمل في وزارة الزراعة الأمريكية كان يحضر الاجتماعات بين شركة كونتيننتال والروس، وكان يعلم بالتأكيد أن صفقة كبيرة كانت على وشك أن تبرم. لكن بالينبي ورؤساؤه في وزارة الزراعة الأمريكية ظلوا يتجاهلون إبلاغ المزارعين رغم إلزام القانون لهم بذلك. ولم تبلغ وزارة الزراعة الأمريكية المزارعين حتى منتصف يوليو، وفي ذلك الوقت كان ربع إجمالي القمح قد بيع فعلا في الجنوب الغربي ومناطق الحصاد المبكر في الغرب الأوسط. وفي أوكلاهوما وحدها كلف إخفاء المعلومات من جانب وزارة الزراعة مزارعي القمح نحو 47 مليون دولار. ماذا كان تعليل بودز؟ لم يخسر الفلاحون نقودا بسبب المبيعات المبكرة، إنهم فقط لم يجنوا الأرباح الإضافية التي كان يمكن أن يجنوها. وظل السوفيات يشترون وشركات القمح تبيع، وبينما كان يجري الالتزام بطلبات ضخمة أبلغ بيان وزارة الزراعة الأمريكية موقف القمح في أغسطس 1972 المزارعين بأن السوفيات يشترون، لكنه ذكر أن الرقم الإجمالي المحتمل سيكون مجرد نصف ما كانت كونتيننتال جرين وحدها قد باعته للسوفيات بالفعل في أوائل يوليو. وبينما استمر السوفيات يشترون القمح قام الوزير بودز بجولة في البلاد متحدثا عن مبيعات الذرة. وعلاوة على الأرباح الإضافية التي تحققت بسبب ترحيب المزارعين الذين لم يجري إبلاغهم بالبيع بسعر رخيص، كان ما زال لدى شركات القمح ضمانة جديدة بربح غير مسبوق. فحتى تشجيع الحكومة الصادرات دعمت في ذلك الوقت الشركات المصدرة بدفع الفرق بين السعر المحلي الذي اشترت به الشركات والسعر المنخفض الذي باعت به في الخارج، وبلغ هذا الدعم 47 سنتا للبوشل. والواضح أنه لم يكن هناك حاجة في حالة السوفيات لهذا الحافز الإضافي للزبون. وحين بدأت الأسعار المحلية أخيرا في الارتفاع طالبت الشركات بدعم أكبر، رغم أن بعض القمح الذي كانت تبيعه عندئذ كانت قد اشترته في الحقيقة في وقت مبكر بأسعار منخفضة. وقد كشف تحقيق لاحق أجراه مجلس الشيوخ أن شركات تصدير القمح كانت في بعض الأحيان تأخذ الدعم على مبيعاتها لفرعها الأجنبي المملوك لها تماما. فأورد التحقيق مبيعات من كارجيل لفرعها في بنما، وهذا الفرع
قام بدوره بالبيع لفرع آخر لكارغيل في أوروبا، الذي قام بدوره ببيع القمح بثمن غير معروف، لكنه أعلى بلا شك لطرف ثان. وبهذه الطريقة كانت الشركات الأم تجمع دعما يبلغ ملايين الدولارات التي لا تعد دخلا خاضعا للضريبة، بينما تظل الأرباح التي تجمعها الفروع الأجنبية محمية من فرض الضريبة عليها طالما بقيت في الخارج. وذلك رغم سعي هذا البلد إلى تحسين ميزان مدفوعاته. وفي الحقيقة كانت كل هذه التعاملات تجري على الورق، فلم يكن القمح يغادر أبدا السفينة التي حمل عليها أصلا. وعلى مدى 7 أسابيع فقد سلم دافع الضرائب للشركات الست المصدرة للقمح 300 مليون دولار من الدعم. حقا إن القوة الغذائية يمكن أن تكون مفيدة للبعض. وفي المقابل تحرك الدعم للمزارعين في الاتجاه المعاكس، ففي عام 1972 كان الدعم ما زال يدفع للمزارعين لتعويض الفرق بين سعر التكافؤ وهو مستوى للسعر يعد عادلا بالنسبة لتكاليف الآلات والأدوات التي لا بد أن يشتريها المزارع، وبين متوسط سعر السوق على مدى فترة 5 شهور. وكانت الخدعة في عام 1972 هي أن الحكومة قد حددت بداية هذه الفترة بشهر يوليو، حين كان معظم المزارعين في الجنوب الغربي وبعضهم في الغرب الأوسط قد باعوا فعلا. وبينما انتشرت أنباء صفقة القمح الضخمة، ارتفعت أسعار القمح مما قلل الفرق بين متوسط أسعار السوق وسعر التكافؤ مقتطعا بذلك من الدعم للمزارعين. وقدر الدعم الذي خسره المزارعون بمقدار 55 مليون دولار. ومن ناحية أخرى زادت كوكنز تريز أرباحها السنوية 15 ضعفا بين 72 و74. وكوك هي الشركة الوحيدة التي لديها مخزون معلن، ومن ثم فهي الوحيدة المطلوب منها الكشف عن أرباحها. إلا أن دان مورغان من صحيفة الواشنطن بوست يقرر أن الشركات الخاصة مثل كارغيل وبونش قد ضاعفت 2 أو 3 مرات من أصولها الصافية منذ عام 1972، وذلك طبقا لمصادر تجارية موثوق بها. وقد وجد مكتب المحاسبة العام أن كبار المتاجرين قد حققوا على تلك المئات من ملايين البوشلات أرباحا تتراوح بين 2 سنت و 53 سنتا، بينما يعد ربح 1.6 سنتا للبوشل ربحا جيدا عادة. إذن فقد أفادت التجارة الحرة والسعي الشامل نحو التصدير شركات القمح فائدة طيبة. وقد أضاف بودز بوجه خاص الإهانة إلى ضرر المزارعين حين زعم أن شركات القمح ربحت وخسر المزارعون في مبيعات 1972، لأن المزارعين ببساطة لم يكونوا أذكياء بما يكفي للاستفادة من الموقف. وقد جنت بعض شركات تجارة القمح مبالغ ضخمة من النقود في الصفقة، هكذا اعترف، لكن هذه هي أصول اللعبة. وبوز على حق، فالمبالغ الضخمة هي أصول اللعبة، فتحت مظلة التجارة الحرة ومكنت شركات التصدير أن تبسط سيطرتها وتزيد أرباحها. وخلال شتاء 1972-1973 استطاعت 3 من هيئات تصدير الغلال الضخمة، هي كارغيل وكونتيننتال وكوك، أن تحتجز 90% من محصول فول الصويا بسعر 4 دولارات للبوشل، وأن تدفع الأسعار إلى 10 دولارات للبوشل بعدها بشهور قليلة. إن التجارة الحرة تسمح للمضاربين برفع الأسعار خارج أي ارتباط بالعرض الفعلي. وأثناء حديث رونالد باريل بيرش الذي كان عندئذ كبير الاقتصاديين بوزارة الزراعة الأمريكية عن أسعار الغداء، أن موظفيه استطاعوا تعليل من 1/2 إلى 2/3 الارتفاع المفاجئ للأسعار، يقول: كان الباقي نشاطا نفسيا ونشاط مضاربة، وهذان ليسا في نماذجنا. لكن إلى أي مدى يكون أي نموذج للسوق الحر حقيقيا إذا لم يتضمن المضاربة؟
إنما تفعله التجارة الحرة حقاً هو إزاحة الحرية للشركات الخاصة ذات مليارات الدولارات في التلاعب بالأسعار وبالعرض لصالحها. وحين نقول الخاصة فإننا نعني الخاصة جداً بلا أي مجال للتدقيق العام. فخمسة من احتكارات الغلال الست الضخمة تخضع للسيطرة الضيقة لأنها شركات خاصة يملكها قلة من الأفراد أو العائلات، ولا تنشر أي بيانات مالية تفصيلية. وحين أعرب دان مورغان عن دهشته من صعوبة العثور على أعضاء لوبي تجارة الغلال في واشنطن، شرح له أحد الأعضاء السابقين للوبي تجارة الغلال الأمر كالتالي: شركات الغلال ليست بحاجة إلى أن يكون لها لوبي قوي، فليست لها لوائح. وسرعان ما بدأت وزارة الزراعة على أمل تجنب تكرار صفقة الغلال الروسية سيئة الصيت في طلب تقارير عن مبيعات الغلال الضخمة، وتعفي من طلب التقارير فروع شركات تجارة الغلال الأمريكية الموجودة في دول أخرى. وللاستفادة من هذه الثغرة لم يعد الروس يشترون سوى من تلك الفروع حين وصلت الأسعار إلى أدنى حد لها عام 1977، وقد حققوا نجاحا ساحقا قبل أن ترفع أنباء مشترياتهم الأسعار. كان مقدرو المحاصيل بوزارة الزراعة الأمريكية قد بالغوا في تقدير المحصول الروسي، ومرة أخرى كان أول الخاسرين هم مزارعو الولايات المتحدة الذين كانوا قد باعوا محصولهم بالفعل مفترضين مشتريات منخفضة من الاتحاد السوفيتي. الضحايا المحليون للقوة الغذائية الأمريكية. كجزء من استراتيجية السوق الحرة، شجعت الإدارة المزارعين على زراعة كل شبر، مؤكدة لهم أن العالم الجائع سيأخذ كل حبة يمكن أن تنتجها الولايات المتحدة، وبمساحة منتجة تفوق المساحة في أي وقت من التاريخ المعاصر، أنتج المزارعون محاصيل قياسية بأسعار قياسية. وفي الحقيقة بدت استراتيجية القوة الغذائية جيدة لكثير من المزارعين عامي 1973 و74، فقد تضاعف الدخل السنوي لكل مزرعة في الفترة ما بين 1971 و73، وحتى بعد حساب التضخم ارتفع الدخل بنسبة 60%، لكن لم تستفد كل مزرعة بصورة متكافئة، فقد تراكمت مكاسب الدخل بصورة ساحقة على من يديرون المزارع الضخمة، وزادت أكبر مزارع البلاد التي لا تمثل سوى 4% من كل المزارع متوسط صافي دخل المزرعة السنوي بمقدار مرتين وثلث مرة في الفترة ما بين 1971 و74 من 36 ألف دولار إلى ما يفوق 84 ألف دولار. وقد سيطرت هذه 4% الأولى على 46% من كل مبيعات المنتجات الزراعية منذ عام 1973. لكن غالبية المزارعين أولئك الذين تبلغ مبيعاتهم 20,000 دولار أو أقل لم تستطع زيادة متوسط صافي دخل المزرعة سوى بنسبة حوالي 20% من 2,000 دولار عام 1971 إلى أقل من 2,500 دولار عام 1974. وجاءت الزيادات في دخل عائلات المزارع الصغيرة فقط من خلال أعمالهم خارج المزرعة. هذا وحده يقول الكثير حول تأثير استراتيجية القوة الغذائية. وقد أخذ كثير من المزارعين يستثمرون في المزيد من الأرض وفي الآلات الجديدة على أمل الازدهار بسبب أسواق التصدير الجديدة، وللقيام بذلك كان على معظم المزارعين أن يقرضوا قروضا ضخمة، خصوصا وأن تكاليف الأرض والآلات كانت ترتفع. فالجرار الذي كان يكلف 9,000 دولار عام 1966 أصبح يكلف 32,000 دولار في أوائل السبعينات. حينئذ
بعد أن راهن المزارعون على الوعد بالأسواق اللامحدودة للقوة الغذائية، تشعبت الأسواق وبدأت أسعار المنتجات الزراعية في الهبوط. وبالمقارنة مع عام 1973، انخفض صافي دخل المزرعة بنسبة 65% عام 1977، وكان المزارعون ما زالوا يزيدون من قروضهم، ليس من أجل التوسع هذه المرة، بل لكي يظلوا يطفون. وتضاعف الدين الزراعي، مجموع ديون كل المزارعين بالمقارنة مع عام 1971. وبحلول عام 1978، كان أقساط الفوائد على دين زراعي ضخم بلغ 119 مليار دولار، تلتهم نصف دخل المزارعين المتقلص. ولاحظ أحد اقتصاديي الاحتياطي الفيدرالي أن هذه المعدلات للدين الزراعي بالنسبة للدخل الزراعي لم يسبق لها مثيل خلال هذا القرن. علاوة على ذلك، سببت استراتيجية القوة الغذائية في زيادة الإنتاج والصادرات اندفاعا فعليا لشراء الأراضي في الولايات المتحدة. فخلال السنوات الأربع التي أعقبت عام 1972، ارتفعت أسعار الأراضي لأكثر من الضعف. وكما رأينا في البلدان المتخلفة، لم يكن كل من يناورون للاستفادة من الازدهار الزراعي من المزارعين، فقد بدأ المستثمرون غير المزارعين وحتى المستثمرون الأجانب في دخول مجال الاستثمار في الأراضي الزراعية الأمريكية باعتباره أفضل ضمان ضد التضخم. وقد قدرت شركة استشارية للاستثمارات في بروكسل أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 800 مليون دولار من الأراضي الزراعية الأمريكية عام 1977 فقط. وتلاحظ وزارة التجارة أن هذا الرقم لو صح فإنه يبلغ 30% من كل الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة. وقد صرح مسؤول بوزارة التجارة لمجلة البيزنس ويك: إننا ببساطة لا نستطيع السيطرة على الأراضي الزراعية، حيث أن الملكية تتخفى من خلال الاستخدام الكثيف للاحتكارات والمشاركات والشركات التي يوجد مقرها خارج البلاد. فالمشترون الأجانب للأراضي الزراعية الأمريكية يشترون عادة من خلال شركات مقرها في بلدان مثل جزر الأنتيل الهولندية مثلا، تفرض ضرائب منخفضة أو لا تفرض أي ضرائب. وظلت أسعار الأراضي الزراعية ترتفع بحدة، وذلك لأسباب منها الاستثمار غير الزراعي والأجنبي، حتى عندما بدأت بدخول المزارع في الانخفاض عام 1975، ولم تنخفض بصورة طفيفة إلا عام 1977. ولا يدرك سوى قليلين أن 38% من كل الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة مؤجرة، على أن ارتفاع تكاليف الأرض أمر شاق على الأخص بالنسبة للمزارعين الذين يستأجرون أرضهم، فبارتفاع أسعار الأرض ترتفع الإيجارات. من إذن الذي ربح؟ في عام 1976 سجل تعداد السكان الزراعيين في الولايات المتحدة أسرع معدل للانخفاض خلال 13 عاماً. وفي أيوا في ذلك العام كانت 166 مزرعة تتوقف عن النشاط كل أسبوع. وهكذا كانت استراتيجيات القوة الغذائية تسارع من الاتجاه نحو زيادة تركز السيطرة على أراضي البلاد الزراعية. ماذا نفقد؟ من الواضح أن وزارة الزراعة الأمريكية لا تحاول منع هذا التركيز المتزايد لملكية المزارع، فوزارة الزراعة الأمريكية تعتبر أن أفول المزارع الصغير هو أمر واقع. وفي معرض تخمين ما ستكون عليه الزراعة الأمريكية في المستقبل، تنبأ مدير الاقتصاديات الزراعية بوزارة الزراعة الأمريكية بأنه من المحتمل جدا وجود صناعة بالغة التناسق للمزارع الكبيرة تعمل بطريقة مشابهة للصناعات غير الزراعية. ولا يهم أن تكون وزارة الزراعة الأمريكية قد بيّنت في دراساتها ذاتها أن الاقتصاديات لا تتوفر على نطاق أكبر من المزرعة التي يشغلها شخص أو اثنان،
وأن أقصى قيمة لكل فدان تنتجها المزارع التي تشغلها العائلة. وينظر إلى مؤيدي المزارع العائلية عادة على أنهم رومانسيون يحنون للأيام الخوالي التي لم توجد بالفعل أبدا. فهل مجرد الحنين هو ما يجعل الكثيرين يريدون إعادة الحيوية إلى أمريكا المزارع الصغيرة؟ وما الفرق بين أمريكا ريفية يسيطر عليها قلة من الملاك الكبار والشركات، وأمريكا ريفية تسيطر عليها العائلة والتعاونيات؟ في عام 1944 أجري بحث سوسيولوجي ممتاز في كاليفورنيا، فقد اختار باحث في وزارة الزراعة الأمريكية بلدتين هما أرفين ودينوبا، متماثلتين في القيمة النقدية للإنتاج لكنهما مختلفتان في متوسط حجم المزرعة، إحداهما ذات عدد قليل من المزارع الكبيرة والأخرى بها عديد من المزارع الصغيرة. والاختلافات بين هاتين القريتين تخبرنا بالكثير عن مستقبل أمريكا ما لم ينعكس الاتجاه الراهن نحو تركز السيطرة. فقد اتضح أن نوعية الحياة في قرية المزارع الصغيرة أغنى بكثير بكل المقاييس منها في قرية المزارع الكبيرة. وقد وضعت هذه الدراسة تحديدا كميا لمصطلح نوعية الحياة الذي هو مصطلح غامض عموما. فعلى سبيل المثال كانت دينوبا قرية المزارع الصغيرة تعول أناسا أكثر بنحو 20% وفي مستوى أقل من الدخل، سكانا عاملين أغلبهم يعمل لحسابه مقابل قرية المزارع الكبيرة حيث يعمل أقل من 20% لحسابهم، وما يقارب الثلثين هم أجراء زراعيون. وتعول أيضا عددا أكبر بكثير من منظمات صنع القرار الديمقراطية وتمثيلا أوسع بكثير، فيها مدارس وحدائق وصحفا ومجموعات مدنية وكنائس وخدمات عامة أفضل. وتعول أيضا ضعف العدد من المشروعات التجارية الصغيرة ونسبة 61% زيادة في تجارة التجزئة. وكان الباحث والتر جولدشميت يعتزم مواصلة الدراسة بمقارنة قرى أخرى، لكن الفرصة لم تتح له أبدا. فقد بلغ من سخونة مضامين دراسته بالنسبة لوزارة الزراعة أن صدر الأمر لجولدشميت بوقف أبحاثه، ثم في عام 1977 قام مسؤولو كاليفورنيا بزيارة أرفين ودينوبا ليجدوا أن التفاوتات في دخل العائلة التي سجلها جولدشميت عام 1946 استمرت في النمو خلال السنوات 31 التالية. ففي عام 1945 كان متوسط دخل العائلة في قرية المزارع الصغيرة دينوبا أكبر بنسبة 12% عنه في بلدة المزارع الكبيرة أرفن، وفي عام 1970 كان الفرق قد ازداد إلى 28%. وفي شهادة أدلى بها مؤخرا أمام لجنة لمجلس الشيوخ بشأن احتكار الأرض في كاليفورنيا قال شميت أن رؤية المستقبل في ظل السيطرة المتزايدة للشركات على الأرض هي رؤية قرى من طراز أرفن وليس من طراز دينوبا، وفي الحقيقة من طراز سوبر أرفن. القوة الغذائية ضد الغذاء. أولا، إن أخطر نقد للقوة الغذائية هو أنها تدفع الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس لسياسة الغذاء أولا، ومثل ما حدث في كثير من الدول المتخلفة حيث يجوع الكثيرون، فإن الزراعة ينظر إليها باضطراد في الولايات المتحدة على أنها ساحة رئيسية لاستعمار المضاربة ووسيلة لكسب العملات الأجنبية لتخفيف حدة أزمة اقتصادية لا ترتبط جذورها بالزراعة. فلم تكن القوة الغذائية حلا لمشكلة، بل كانت وسيلة لتجنب الحل. وكان الاعتماد على القوة الغذائية لكسب العملة الأجنبية مخرجا أمام حكومة لا ترحب بالمساس بقوة وأرباح شركات تجارة الغلال الضخمة وسواها، والتي تتجه إلى الخارج بحثا عن أسواق جديدة وعن عمل وأرض رخيصين.
وفي الحقيقة فإن استراتيجية التجارة الحرة للقوة الغذائية تدعم من قوة الشركات الضخمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، إذ تستأصل صغار المزارعين الذين لا يمكنهم تحمل تقلبات السوق الحادة، وتزيد تقلبات السعر التي تزدهر على أساسها الشركات المضاربة. وأكثر من ذلك، فإن العملة الأجنبية المكتسبة من الصادرات الزراعية تستخدم لاستيراد سلع زراعية ومصنعة تنتجها في الخارج عادة الشركات الأمريكية، وهي سلع كان يمكن إنتاجها محليا. وأخيرا، فإن القوة الغذائية هي طريقة لدفع ثمن استراتيجية أمريكية باهظة التكاليف معادية للشعب، تضع الوجود العسكري الأمريكي في كل ركن من العالم لحفظ القانون والنظام. وعلى النقيض، فإن اقتصادا زراعيا على أساس الغذاء أولا في الولايات المتحدة سيوحد الإنتاج الزراعي مع تطور مجتمعات ريفية ملائمة ومع حماية طويلة المدى للتربة ومصادر المياه، وسوف تنظر إلى إنتاج الغذاء ليس باعتباره مصدرا للاستثمار المضاربة ولا باعتباره مجرد مصدر للعملة الأجنبية، بل باعتباره مصدرا لمعيشة الملايين من المزارعين وضرورة أساسية لحياة الجميع. كل قانون جديد يعوق الإنتاج الزراعي، كل جزء جديد من التشريع يتدخل في القرارات الإجرائية للمزارع الفرد، كل سيطرة اقتصادية تقلل من حافز ربحه يدق مسمارا آخر في النعش المشترك للإنسانية. إيرل بودزوير، الزراعة، 1968-1976. في زمرة واحدة أخبر مساعد لوزير الزراعة مجموعة من المزارعين أنه في ظل الوضع الجديد للأمور لابد أن يستجيب كل مزارع لإشارات الطلب من الأسواق العالمية، وإن إدارتهم المستقيمة التفكير فقط هي التي يمكن أن تحميهم من تقلبات السوق. وفي الزمرة الغالية مباشرة أخبر هذا الموظف العمومي المزارعين أن الأسواق تتغير على نحو يومي، وأبوابها تنفتح وتنغلق بسرعة تبلغ حدا يعجز معه أي شخص عن التنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك. حظا سعيدا ووداعا. جيم هايتلور، امضغوا قلوبكم.